بمناسبة العيد الفلاحي ككل السنة، اللي خلانا نرتبطوا بهذه المناسبة هما جدودنا. جدودنا كانوا يقوموا بالعملية نفسها في الوقت اللي دخل العام، عام يناير هذا، انهم يتلموا مع بعضهم ويديروا وعدة او يديروا صدقة. بالنسبة للناير ماشي مصدر لينا احنا كعائلة بن مسعود، يعتبر سنة فلاحية، يوم الحرث، يوم التقلاب، يوم التجناد للجنان.